الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخي المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 16 من رمضان، مضى نصف رمضان، فماذا فعلنا معه وماذا فعل معنا؟ هل استثمرنا هذه الأيام الماضية المباركة في الخير والتقرب إلى الله والذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن الكريم وأداء الصلوات، أم أننا تفرغنا للمسلسلات والفوازير وما إلى ذلك؟ رمضان تضاعف فيه الحسنات، حسنة بسبعمية، وسيدنا النبي علينا كده: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فهو يمر بنا سريعا ويحاول أن يغادرنا بعد أيام. هل نستثمر الأيام الباقية في الباقيات الصالحات؟ هل نستثمر الأيام الباقية في العمل الصالح النافع المثمر؟ هل نستثمر الأيام الباقية في قراءة القرآن الكريم؟ هل نستثمر الأيام الباقية في الاستغفار والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن؟ استغفروا ربكم إنه كان غفار. لابد أن نخرج رمضان مغفورا لنا، ولن يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الله والقرب من الله ومحاولة أن نرضي الله سبحانه وتعالى، فتكون كل أفعالنا في رضاء الله سبحانه وتعالى والتزاما بأمر الله عز وجل، حتى نخرج من رمضان مغفورا لنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبت لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. فرمضان شهر المغفرة وشهر رضوان، وربنا عامل فيه أوكازيون حسنات، يعني ما شاء الله الحسنات بتضاعف بشكل واسع وكبير وسريع في هذا الشهر. علينا أن نغتنم كل هذا في أن نخرج منه مغفورا لنا، وأن نقترب دائما من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يمكن وأنا قادم القناة اليوم اتصلت بها سيدة عبر الهاتف وأبكتني، أبكتني حقيقة، بتشكي ابنها، بتقول إنه قاطعها بعد أن تزوج بشهور قليلة بتحريض من زوجته كما قالت، وتطلبه لا يرد عليه، طلبته من أرقام أخرى غير رقم تليفونها، فرد عليها وقال: يا ست ما عادش تتكلمي تاني، أنا مش عاوز أكلمك. يا إخواننا، هذا جرم شديد وعمل فظيع وشيء لا ينبغي أن يحدث من إنسان مطلق. الإنسانية تقتضي أن إنسانا يبادلني الهاتف لابد أن أبادله وأن أرد عليه، حياني لابد أن أحييه. وربنا قال لنا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد التحية فرض، رد التحية فرض من فرضه الله سبحانه وتعالى. ما بالكم بالأمة، الأمة التي شقيت وتعبت وحملت وولدت وأرضعت واستمرت سنين وهي تفعل ما يتقزز منه الإنسان وما يرفضه الإنسان وما لا يرضاه إنسان، تنظف وهي سعيدة، تطهر وهي سعيدة، تفعل به كل الخير وهي سعيدة، إذا قلق لم تنم طوال الليل، وإذا أرق تظل تبكي، وإذا مرض لا تستريح إلا حين تذهب به إلى الطبيب. هذا كل عمل الأم،
قامت به وهي راضية. نعم يا سيدي عبد العظيم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حضرتك أنا سواق ومعايا عربية بغرش بالليل، لقيت في قطة واقفة قدام مني فهوشة كده عشان تمشي ما مشيتش. طلعت عليها بالعربية رأس الموت. حكم بقى بتاعها. طالما قتل خطأ ولست متعمدا تتوب وتستغفر وتندم وتعملش كده تاني إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. اسمه قتل خطأ. قتل خطأ ده في حيوان، هذا القتل يبقى تستغفر وتندم وتتوب ولا تفعل ذلك مرة أخرى إن شاء الله، وتحاول تتوخى أن تتجنب مثل هذا إن شاء الله بإذن الله، لأن هذه روح ولا ينبغي أن تفعل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أما أنت فقد قتلت نفسا بريئة، وبالتالي طالما أن ذلك ليس عمدا ولست متعمدا فعليك أن تتوب وتستغفر وتندم ولا تفعل هذا مرة أخرى إن شاء الله، ونسأل الله أن يقبل توبتك بإذن الله. يا سيدي محمد تفضل. تفضل. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا محمد عبد الحاج. أهلا وسهلا. الغربية. أهلا وسهلا. عندي حضرتك بيت 3 أدوار وليا ابن واحد اللي قاعد معايا وهو اللي بيخدمني هو ومراته. ده حضرتك زوجتك مش عايشة؟ الدور اللي هو قاعد فيه. زوجتك مش عايشة؟ ألو. ايوه. زوجتك عايشة ولا لا؟ لا متوفية. يعني مرات ابنك اللي بتخدمك. ماشي. اتفضل. اتفضل كمل. عندك بس حضرتك هو عايز. عندك اولاد غيره ايه؟ عندي اولاد ولد وبنت تانيين. وهيبقى البيت 3 أدوار. فانت عاوز تقصه بالشقة اللي وقعت فيها يعني، او الدور اللي وقعت فيه. عايز اخصه بالشقة اللي هو قاعد فيها. هذا حقك ومالك تتصرف فيه كيف شئت، بس تجيب اخواته قدامهم قاعدين وتقول لهم اخوك وخادمني وقايم على شؤوني وبيتولى كل اموري واعمالي، فانا بستاذنكم ان انا اكتب له الدور اللي وقعت فيه باسمه، وانتوا لكم ان شاء الله باذن الله خير كتير. فسامحوا ليه؟ عشان الاخوات ما يكرهوش بعض، ما يحقدوش على بعض، ما يحسدوش بعض، وعشان الدنيا التانية ماشية سليمة. إنما هذا حقك إن شاء الله بإذن الله، طالما أنه يقوم على شؤونك هو الذي يتولاك ويرعاك إن شاء الله بإذن الله. إنما لا تترك الأولاد يحقد بعضهم على بعض إن شاء الله. رهام. أيوة يا رهام. يا رهام. طيب راحت رهام. نورة. ايوه. ايوه يا ست اتفضلي. فضلت الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. من فضلك انا معايا بنتين وولد. الولد عنده شقة والبنت عندها شقة، البنت التانية عايشة برة. فانا كتبت لها الشقة بتاعتي، هل ده حرام ولا حلال؟ انا مش عارف. هو انت جبت لهم شقق الاتنين اللي هنا جبت لهم شقق؟ لا هم اللي جابوا، يعني ابني جاب شقته بنفسه وبنتي الثانيه. طب ما المفروض تسوي بينهم، المفروض تسوي بين الولاد. هي اللي مالهاش شقه. المفروض تسوي بين الولاد. سيدنا نبل اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، فطالما جبت لها شقه جيب لهم الاثنين او تعوضيهم بقيمه الشقه ان شاء الله. ايوه يا رهام. ايوه السلام عليكم فضيله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي، احد الشيوخ في احد القنوات كان افتى ان الذكر اللي هي 100 مره اللي هي لا اله الا الله والحمد لله، الحاجات اللي هي الذكر يعني
افتى ان هي الكلام ده دجل والكلام ده لا يؤخذ بيه، وبصراحه الواحد يعني اي كلام مش بيحس بفضل الذكر انا والحاجات مش دي. فاهم حاجه. اي كلام، اي كلام الذي لا يؤخذ به، اللي هو ان احنا نقعد نذكر الله وان احنا نسبح. احد الشيوخ قال لا، انت روح اعمل الخير احسن ما تقعد تضيع وقتك في انك تقعد تسبح وتذكر. طب وانا بسأل اللي مش قادر يعمل خير يعمل ايه؟ ما لا احنا مش ممكن نعمل خير. هل وربنا قال لنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ربنا قال لنا كده، يا ايها الذين امنوا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. ربنا كده وقال لنا كده، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر يا بنت مطلوب ومفروض. لا اصلا كذا مره في كذا حلقه يشدد على حته بلاش الدجل، ما تقعدوش تعملوا 1000 مره ذكر 1000 مره. فبصراحه الواحد ما بقاش عارف يعني لا ست اعملي اعملي كلام ايه. اعملي واذكري وربنا يتقبل. اعملي واذكري وربنا يتقبل. وقال لنا استغفروا ربكم انه كان غفارا. فاحنا بنستغفر الله ونذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يجعلنا دائما في كنف الله، بدل ما نقعد ننم ونغتاب ونتكلم في حق الناس ونتناول الناس ونفعل شرا، يبقى نفعل خير، ويبقى ذلك يعصمنا من الزلل ومن الخطأ ومن تناول الأعراض ومن تناول الناس ومن ذم الناس ومن غيبة الناس ومن اغتياب الناس. ده يعني عصمة لنا في حياتنا، الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن الكريم إن شاء الله. إن شاء الله. فلا تسمعي لأحد واستمري إن شاء الله. أم عبد الله، يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك، أنا بنت مخطوبة. ربنا يتمم لها بالخير ان شاء الله. الله يخليك. وبعدين هي اصلا يعني كانت قالت في الاول مش عايزه العريس، مش مفيش قبول، مش مرتاحه له. وبعدين قعدت معاه فتره تقريبا كده 3 شهور. وبعدين في الاخر بقى عايزه تسيبه بعد ما اتعلق بيها. هو اصلا انسان كويس جدا ومحترم. فطبعا اهله بقى كويس. ايوه ستي. الو، قطع التليفون. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. سؤال لو سمحت يا سيدنا الشيخ، بنتي جايه بكره من تركيا، هتركب من هناك 7 الا ربع. تيجي بالسلامه. هتوصل هنا 8 ويجي، تفطر في الطياره على توقيت ايه؟ بيبقى بيقولوا لهم وقت التوقيت الفطور، بيقولوا لهم في الطياره ان شاء الله. اصل الخطوط التركيه مش بتقول. التركيه بتقول لانهم مسلمين، وتركيا دوله اسلاميه ان شاء الله. اشكرك يا اشكرك. العفو يا ست، ربنا يخليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله. الحاج حسن، اهلا يا حاج حسن، اتفضل. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. والله يا اخي انا عايز استفسر، عندي عربيه وعندي عايزين نشوف الزكاه بتاعها ايه. يعني عربية بتأجرها يعني؟ بتشتغل في السوق. بتشتغل في السوق. ما يتوفر من مال عندك بتحوشه من العربية، ويمر عليه سنة ويبلغ نصاب، تطلع زكاته إن شاء الله. يعني المال اللي يتوفر من العربية ويمر عليه سنة إن شاء الله، إذا بلغ نصاب يعني وصل لغاية إيه، 50,000 جنيه. إذا وصل 50,000 جنيه متوفرة عندك ومدخرها، سواء في البيت أو في البنك أو في أي وسيلة ادخار، يبقى تطلع زكاتها 2.5% إن شاء الله. 2.5. كل 1000 جنيه بتطلع عنها إيه، 25 جنيه. كل 1000 25 بإذن الله. طيب شكرا يا عم الشيخ. عفوا يا باشا، مع ألف سلامة. يبقى بنتكلم في قصة الست اللي بتتكلم عن ابنها
اللي لا يرد عليها بالتليفون مطلقا وقال لها ما عدتش تكلميني تاني، هذا جرم كبير وإثم عظيم وجريمة عظمى لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي مطلقا لابن أن يعامل أمه هكذا، لأن الأم دي زي ما قلت تحملت الكثير والكثير والكثير وسهرت الليالي من أجل أن تحييه وأن تقوم على شؤونه وأن تربيه وأن يشب على الطوق قويا فتيا صحيحا في صحة جيدة. كانت ترى صحته، كانت لا تنام الليلة من أجله، هذا كله تكون مكافأته إن أنا أعقها بهذه الصورة وبهذا الشكل. السيدة كانت بتبكي وأبكتني معه، فلا يجوز ولا يصح مطلق لابن أن يعق أمه، لأن الأم دي هي التي يكرمها المولى عز وجل بنا، يكرمنا المولى عز وجل بها. وربنا قال لنا حتى في حق الوالدين إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. يعني بتيجي مرتبة الوالدين بعد عبادة الله سبحانه وتعالى. إما يبلغن عندك الكبر، وعندك هنا بنقف عندها وقفة، عندك يعني تحت رعايتك، يعني تحت إشرافك، يعني أنت تقوم بخدمتهم وتقوم بشؤونهم وتتولى أعمالهم ولا تجعلهم يحتاجون إلى أحد مطلقا. عندك مش في بيت المسنين، ما تسيبها في شقتها وتروح تاخد شقة أنت وتبر وما تسألش عليك، خلاص مشيت بقى يلا خلي مع السلامة، هي دورها انتهى. هذا لا يصح مطلقا ولا يجوز، وينبغي أن احنا دائما نرعى الأم. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله. أخي المشاهد الكريم، عدنا إليك مرة أخرى، معنا مروة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي. أنا دلوقتي جبت أنا وأختي عربية تشتغل، يعني الأخوية يشتغل عليها. يعني إيه؟ بقاله 4 سنين دفع الإفت، وجي آخر سنة ما بيدفعش قسطها خالص، وزوجي اللي بيدفع بقى كل شهر القسط، وأنا ماليش ذمة مالية، يعني ماليش شغل ولا ليه أي حاجة. زوجي سحبها منه عشان هو ما بقاش هو مقاطعني. مقاطعك ليه؟ مقاطعني ما بيكلمنيش بقى، مخاصمني عشان أنا ما خد منه العربية. لا إله إلا الله. فأعمل إيه؟ وبحاول بقى. انتي مش انتي مش امه ولا ايه؟ نعم. ام مش امه؟ انا اخته. انت اخته ومخصمك ليه طيب؟ خدنا منه العربيه. ما خدت منه العربيه عشان تسدوا له الاصوات اللي عليه طيب؟ مش كده ولا ايه؟ على اي حال انا بتكلم اهو في مقاطعه الاهل والاخوه والامهات، وإن شاء الله نواصل بإذن الله. حاضر. بأكد إن الأم لها أولية. لما أقول إيه؟ إما يبلغن عندك، عندك يعني بيتك، يعني تحت رعايتك، يعني تحت إشرافك، يعني أنت اللي تقوم على شؤونهم وتتولاهم وترعاهم وتحرص دائما على تلبية كل رغباتهم وطلباتهم، بحيث أنهم لا يحتاجون إلى أحد. إحنا دلوقتي كثير من الناس بيرمي امه في دار المسنين عشان ياخد الشقه، او بيرمي امه في دار المسنين عشان يستريح منها. كل هذا لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي مطلقا، لان الام زي ما بقول هي الرضا من الله الذي منحه لنا. وحين تموت ربنا بيقول كده لقد ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. فاعرفوا ان اكرام المولى لنا ياتي من قبل الامهات. وسيدنا النبي لما سئل ما أن حق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم، الأم، الأم هي الكنز الذي لا نحس به إلا حين نفقده، وهي ميزان الحياة بالنسبة لنا.
وإذا كانوا زمان أهله وراء كل عظيم من امرأة هي أمه اللي رباته واللي علمته واللي وجهته واللي سندته واللي كانت بتقعد تسهر الليالي وهو بيذاكر وتعدله الشاي والقهوة والسندوتشات وتستنى يا عيني لما ينام وتصحيه عشان يلحق المذاكرة أو تصحيه عشان يلحق المدرسة تعدله سندوتشات الفطور. كل ده بتقوم به الأم. بننسى في لحظة إنها عملت أي حاجة ويبقى قلبنا جاحد وناكر وعز. وأنا بقول لكم حاجة، الذي تغضب عليه أمه يظل المولى سبحانه وتعالى غضبان عليه إلى أن يلقاه. وأحكي لكم قصة. أحد رجال الأعمال حدثني أو هاتفني قال لي إن أنا كنت لا أحسن معاملة أمي وماتت وأخذت عزاءها وكرمتها في موتها، ولكني بعد ذلك كسدت تجارتي، حياتي تحولت تحول غير طبيعي، وأنا كنت ما شاء الله الدنيا مفتوحة قدامي والأموال تأتي بلا حساب، الدنيا ضاقت الآن تماما. إيه اللي أقدر أعمله لأمي عشان ترضى عني؟ قلت له فات المعهد، فات الوقت، كان مفروض ضوية على قيد الحياة تقبل يديها تقبل قدميها تقوم على كل شؤونها، لأن الأم دي لما نعرف مكانتها ومنزلتها إن شاء الله عند الله وما فعلته معنا نقبل أقدامها ويكون ذلك قليل عليها. فالأمهات ينبغي أن يكون دائما في نن عيوننا وفي حبات قلوبنا. وربنا قال كده إما يبلغن عندك الكبر، يعني وصلوا سن التخريف. فنسمع هاشم. حاضر. أيوة عم أيوة. هاشم أيوة نعم أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عندي ولد وبنت. البنت متجوزة ودخل جوزها مش كافي للتعليم والعلاج والحاجات دي كلها. هل يجوز ان انا اديها من الزكاة؟ لا. عندي لا. والولد كذلك ولا البنت إيه؟ لها حكم والولد ليه حكم؟ لا، هقول لحضرتك الاثنين حكمهم محدود. اولادك الاثنين عندنا في الفقه الاسلامي علماءنا قالوا لا يجوز اعطاء الزكاة للاباء والامهات ولا للابناء وابناء الابناء، يعني دول اصولنا، الاباء والامهات اصولنا والابناء والبنات فروعنا وابناء الابناء فروعنا، فلا يجوز اعطاء الزكاة للاصول والفروع، انما اذا احتاجوا نعطيهم من اموالنا. فاولادنا محتاجين نساعدهم من اموالنا، نساعدهم مما عندنا، نساعدهم مما أعطانا الله سبحانه وتعالى، ولا نعطيهم من زكواتنا أبدا. هذا ما نص عليه الفقه الإسلامي وما جاء بكتب الفقه إن شاء الله. أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي حضرتك والدتي مريضة، ربنا يشفيه، وكبيره في السن جدا وجريت الفراش ما بتتحركش، فاحنا طبعا لازم تفطر ونفطرها ما بتصومش. وهل يجوز ان احنا نطلع لها حاجه لكنها بتفطر ولا لازم تطلع لازم تطلع الفدية يا ابني، هتفطر بدل منها، تفطر بدلا منها عن كل يوم مسكين وجبتين فطور وسحور، تجيب حد فقير محتاج تفطروا وتسحروا بدلا منها عن كل يوم ان شاء الله. فهمت يا عم سيد؟ ايوه يا عم. يا عم الشيخ. نعم يا سيد. يا عم يا فضيلة الشيخ، واحد فقير مثلا يعني طلع زكاة يبقى عليك الدا مثلا زكاة ايه؟ اي زكاة؟ في زكاة رمضان وفي زكاة زكاة الصيام، يعني زكاة رمضان زكاة يعني. الفطر ماله يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هو فقير يعني في مش يعني طبقة فقيرة يعني الفقهاء قالوا الفقراء يخرجها بعضهم لبعض، يروح يقايض واحد فقير تاني يقول له خد زكاتي وانا ادي لك زكاتك، خد زكاتي واديني زكاتك. نعم يطلع يعني. عن كل فرد 12 جنيه ده الحد الادنى،
عن كل فرد 12 جنيه اذا خرجوا الرجل عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده القصر وعن خادمه وعن المولود الذي يولد قبل فجر يوم العيد ان شاء الله. مثلا ابن ابن غير واخذ الكلمه دي وخلاص، ليه ابن غير طلع له مثلا؟ لابن ايه؟ ابن انا غير في الخارج يعني طلع له زكاه. في الخارج بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ يبعت يبعت لك زكاه، يبعت لك زكاه او انت تخرجها وتحاسبوا عليها ان شاء الله. ايوه خلاص طب مشاكلين يعني. العفو يا سيدنا الله يخليك. ايوه يا ست مديحه. نعم. وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحة وسعادة. كنت عايزة استفسار من حضرتك. أموري يا سيدي. أنا جوز بنتي طلقها ومعاها عيلين. خدت بال حضرتك؟ ودلوقتي ما لا بيجي يطل على العيال ولا بيشوفهم ولا بيعرفوا عيالهم. ما حكم الدين في كده؟ وأنا مش منعني يشوف عياله. رجل ربص رجل مجرم لأن الذي رجل مجرم لأن الذي يتخلى عن أولاده ولا يسأل عنهم ولا ينفق عليهم لا شك آثم وعليه وزر. ما أنا هقول لحضرتك عشان ربنا هيسألني يوم الدين. دلوقتي كانت بتاخد نفقة فراح مدخل أمه وأبوه على أنهم محتاجين برغم عندهم أرض في المنصورة تسد عين الشمس وابوه دكتور بيطري. خدت بال حضرتك؟ وابوه قال له دخلني على ان انا مريض وامك مريضة وانت اللي بتصرف علينا. بنتي بتاخد 400 جنيه فضيلة الشيخ على العيلين. هو قال على اي حال احنا عندنا في مصر للأسف الشديد انه نعم يا بيه حين يتم الطلاق بين الزوج والزوجة كل أيوة. منهم بيحاول يكايد الاخر بقدر ما يستطيع وكل منهم بيحاول يؤذي الاخر بقدر ما يستطيع وكل أنا منهم لا لها اخ ولا لها اب ولا لها حد الا رب العالمين لها ربنا وانا لها ربنا يا ست ان شاء الله والبركه فيك رب العالمين وانا والبركه فيك ان شاء الله وتساعديها وتقفي جنبها وتربي الولاد وربنا هيعطيكم ويرضيكم ان شاء الله. اللي تعبني انا مولانا ان البنت الصغيره 5 سنين تقول لك ايه انا نفسي اشوف بابا. طيب كلمه قولوا له هذا الكلام. اكلمه اقول له ايه؟ دي كلمت عمتها. تقول له بنتك بتقول كذا وكذا. كلمت عمتها اخت ابوها وقالت لها عايزه اشوف بابا يا عمته. قالت لها بابا مش هنا. انا لو البنت هنا دلوقتي كنت خليتها قالت لحضرتك. على اي حال يا ستي هذا اجرام وما بعده اجرام. عمليه ان انا ابيع ولادي. عشان خاطر الزوجه ما في بيني وبينها مشاكل بيني وبينها خلاف بيني وبينها ما بينها هؤلاء اولاده وبالتالي هو مسؤول عنهم ايا كان الموقف دول اولاد وهو مسؤول عنهم ايا كان الموقف وبرغم ان عامل بعد اذن حضرتك عامل قضيه رؤيه ناخد بعضنا ونيجي من فيصل لحلوان تشوف العيال تاخد تاكسي رايح وتاكسي جاي 150 جنيه وتيجي ما يجيش يشوف العيال. لا ما خلوها في مكان قريب منكم يعني، خلوا الرؤية في نادي قريب منكم أو في مكان قريب منكم أو في حديقة قريبة منكم. إن شاء الله. أم جنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا ستي. اتفضلي. اتفضلي. خلاص خير اهلا وسهلا. نكمل بنقول احنا في رمضان التواصل والتحاب والتعاون ينبغي ان يكون بين المؤمنين جميعا وبين المسلمين بعضهم وبعض. لا يقاتل احد احد ولا يخاصم احد احد ولا يبعد احد عن احد انما يبقى التواصل والتحاب والتعاون زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. محتاجين كلنا نبقى جسد واحد كتلة واحدة
متراصين بعضنا مع بعض، متواصلين بعضنا مع بعض، متحابين بعضنا مع بعض. والأرحام أولى، أولى. الأمهات، بوصي الناس بالأمهات، أوصي الناس جميعا بالأمهات، لأن دي إذان بالخراب حين نعق أمهاتنا، وحين نؤذي أمهاتنا، وحين لا نحترم أمهاتنا، وحين لا نتفانى في خدمة أمهاتنا. هذا إذان بالخراب، وإذان بالشر، وإذان بالسوء. لا ينبغي أن يكون ولا أن يحدث في أمة قوامها دينها الإسلام ورسولها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، الذي قال لنا الجنة تحت أقدام الأمهات. فالأم دي من الحسنات ربنا من بها علينا وعطانا إياها لنظل دائما في كنف الله سبحانه وتعالى، في كرم الله سبحانه وتعالى، فيما يعطينا الله سبحانه وتعالى. وقال لنا كده ولا تقل لهم أف الكلمة. نعم الست أمينة، أهلا وسهلا. ألو ألو، يبقى المواصل. نقول إيه؟ ولا تقل لهم الكلمة اللي بنقولها وإحنا متأففين، والكلمة اللي بنقولها وإحنا مش راضيين، لا ينبغي أن تقال للآباء والأمهات أبدا أبدا. ولا تنهرهما، ما ينفعش نعنف أبويا وأمي مثلا، نأذي أبويا وأمي مثلا، نتناول أبويا وأمي تناول لا يليق ولا ينبغي ولا يصح، إنما كل الاحترام وكل التقدير وكل الحب للآباء والأمهات، وقل لهما قولا كريما. دايما تشجعهم، تقول لهم كلام طيب، كلام ده ربنا قال لنا وقولوا للناس حسنا، كل الناس. طب الآباء والأمهات أولى أن نقول لهم قولا حسنا وكلاما طيبا، وأن تكون كلمتنا معهم كلمات فيها الاحترام، فيها التوقير، فيها الإعزاز، فيها الإكبار، فيها الإعظام لكل منهما. وقل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني في كتير من الناس أبوائهم وأمهاتهم بيعلموهم، ويبقى الأب بيقتطع من قوته من حياته عشان يربي ويعلم. بعضهم بيبقى ربنا فتح عليه ووصل لدرجة عالية، أو فتح عليه ووصل لدرجة عالية من رجال الأعمال، فيعني بتأفف من أبوه وأمه. بقول لا، دول أصلك، دول النبتة التي أخرجتك والتي جعلتك فيما أنت فيه. فالأصل ينبغي للإنسان أن ينكر أصله، عشان كده بنقول عليه قليل الأصل، لأنه حين ينكر أصله يكون قليل الأصل. فمحتاجين كلنا نرى أهلنا وزوينا، وعشان كده قال لنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني إذا كانوا ربوك وخلوك وخرجوك وبقيت ما بقيت، وصلت إلى درجة أعلى الدرجات، إنما هو أبوك هي أمك، ما ينفعش أنا أتأفف منهم، بالعكس يعني أقدرهم واحترامهم، وأقول إن دول هم اللي عملوني، هم دول اللي ربوني، هم دول اللي خرجوني، هم دول اللي ساعدوني إن شاء الله بإذن الله عشان حياتنا تبقى طيبة. ولنا حديث في استكمال هذا الحديث إن شاء الله، عشان نهينا البرنامج أو انتهى البرنامج. بشكر القائمين على أمر هذا البرنامج، بشكر المشاهدين الكرام الذين تابعونا، بشكر السائلين الذين سألونا، وبحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.